ازيك حبايبي عاملين ايه؟ عندنا دلوقتي هنعمل ريفيجن سريع كده على سنة تانية. عندنا اولا هناخد معنى الانرجي. ايه معنى الانرجي؟ الابيليتي تو دو ورك. يعني ايه ابيليتي تو دو ورك؟ يعني اقدر اعمل شغل، يعني اقدر اروح المدرسة، اقدر اطلع السلم، اقدر اشيل حاجة من مكانها. طيب عندنا تاني حاجة الفورمز بتاعت الانرجي. ايه الفورمز بتاعت الانرجي؟ اول حاجة light energy، زي اللي بتبقى موجودة في اللام بالظبط. طيب تاني حاجة electric energy، اللي هي بتبقى موجودة في dry battery، اللي هي حجر الريموت اللي بيبقى موجود عندنا. الماجنتيك energy اللي بتبقى موجودة في الماجنت. الماجنت لما يجي يقدر يشد حاجة زي كوين مثلا، دي كده اسمها magnetic energy. عندنا تالت رابع حاجة الهيت انرجي زي الموجودة في الكاندل، وعندنا الكاينيتك انرجي زي الموجودة في الفيلم. طيب اللي بعده عندنا حاجة خدناها اسمها البروبرتيز اوف لايت، يعني الحاجة اللي بتميز اللايت. ايه الحاجة اللي بتميز اللايت؟ اول حاجة ان اللايت ده ترافلز ان ستريت لاينز. يعني ايه اللايت ترافل ان ستريت لاين؟ على طول بيمشي في خطوط مستقيمة. تمام كده، ستريت لاينز يعني خطوط مستقيم. تاني حاجة اللايت ريفليكشن. لايت ريفليكشن يعني انعكاس الضوء. طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل لما مثلا يبقى عندنا القدرة ان احنا نشوف حاجة، الضوء بيسقط على الشيء دوت، على الجسم دوت، فبينعكس لعيني، بيعمل ريفلكت لعيني، فبيخلينا نشوف الايه الاوبجكت دوت قدامي. طيب اللايت ريفراكشن يعني انكسار الضوء. يعني ايه انكسار الضوء؟ قال لي لو انا عندي تو ترانسبيرنت ماتيريال، جبنا كوبايه ديت مالينا نصها مثلا، احنا مثلا لو عندنا وسطين شفافين، واحد زي الاير واحد زي الووتر. قال لي دايما اللايت بيمشي في ستريت لاين، في خط مستقيم، الا في الحاله دي لو قابل وسطين شفافين. احنا لو جبنا كوبايه ومليناها شويه ميه وحطينا فيها قلم، هنحس ان القلم دوت هنيجي نبص عليه من بره هنحس ان هو ايه مكسور. طيب ده كده اسمها لايت ريفراكشن. لايت ريفراكشن. طيب عندنا رابع حاجه لايت سيباريشن. لايت سيباريشن يعني تحليل الضوء. تحليل الايه؟ الضوء. طيب ايه تحليل الضوء ده؟ عندنا الوايت لايت، بيخش جوه منشور زجاجي اسمه بريزم، بيطلع لنا سبع الوان. ايه هم سبع الوان؟ ريد واورنج، يلو، جرين، بلو، اندجو، فايت. اللايت ريفراكشن اخر واحده دي اصلا المفروض ان هي زيت.